الآن بنيجي على خصائص السائل. هسا احنا حكينا انه موضوع التشابتر بيحكي عن الانتر موليكولار فورسز، برضه بيحكي لي عن الليكويد، يعني انه بيحكي لي عن الليكويد وارتباط يعني خصائص الليكويد بروبرتيز اوف ليكويد بالانتر موليكولار فورسز. هسا من خصائص السائل، اول خاصية اللي هي الفيسوسيتي. يعني اللزوجة، اللزوجة هاي عن شو بتعبر لي؟ بتعبر لي عن تدفق السائل. حكينا من خصائص السائل انه ايش قابل للتدفق، وعندي اللزوجة هي اللي بتعبر لي عن تدفق السائل، عن تدفق السائل. اعطيك مثلا ووتر، ماء، واعطيتك اويل اللي هو زيت، واعطيتك هاني عسل. هلا رح نلاحظ انه الووتر اقل تدفق فيهم، والاويل بيجي تدفقه اعلى، بيجي يعني الووتر اعلى تدفق فيهم، الاويل اقل شوي تدفق، وعندنا الهاني رح يكون التدفق عالي جدا جدا، سوري رح يكون بطيء جدا جدا. يعني عندنا تدفق الماء اعلى من تدفق الاويل، والاويل والماء تدفقهم اعلى من الهاني. الهاني ليش؟ لانه اذا بنلاحظ احنا العسل لما بالمعلقة أو مثلا بدي أصب عسل بيكون بطيء جدا لحتى يتحرك، فهذا بسبب إيش؟ قوة تجاذب. يعني بشكل عام بدي تفهم إنه إذا زادت الانتر موليكولار فورسز الفيزيوسيتي اللزوجة مالها بتزيد. يعني كلما زادت الانتر موليكولار فورسز بتزيد قوة تجاذب ايش بين الجزيئات. يعني كلما زادت الانتر موليكولار فورسز احنا قدرنا هسه وتعلمنا وعرفنا كيف انه نرتب المركبات او الجزيئات اللي معطيني اياها حسب الانتر موليكولار فورسز. من خلال الانتر موليكولار فورسز بقدر اعرف كمان واحدد تدفق كل واحد فيهم من خلال اللي هو الفيزيوسيتي اللزوجة، تمام؟ حيث انه كلما زادت الانتر موليكولار فورسز تزداد مين؟ اللزوجة. طب لو حكيت لك علاقة الفيزوسيتي تمام بالتمبريتشر، شو هي العلاقة؟ العلاقة انه هي راح تكون مالها علاقة عكسية، كلما زادت درجة الحرارة الفيزوسيتي مالها راح تقل، اللزوجة مالها راح تقل. اذا رفعت درجة حرارة الجزيء اذا كان عنده فيزوسيتي عالية فالتدريجيا راح تقل الفيسوسيتي، فراح يصير في عندي ايش؟ تدفق. راح يصير في عندي ايش؟ تدفق. اعطيك مثال CHOH، برضو عندي هون CH2OH، واعطيتك بنزين، واعطيتك CCl4، ورتب لي اياهم حسب اللي هي اللزوجة. بطلب منك انه ايش؟ حدد لي اياهم او رتب لي اياهم حسب اللزوجه. هسه انا بقدر ارتب اللزوجه حسب ايش؟ الانتر موليكولار فورسز. حكينا لانه عندي الانتر موليكولار فورسز اذا زادت اللزوجه مالها بتزيد، فعندي هون هذا قادر انه يعمل ايش؟ روابط هيدروجينيه، صح؟ يعني بيعمل ثلاث روابط اذا بنلاحظ، فراح يكون نوع القوه عنده هاي اتش بوندينج. عندنا البنزين والسي سي الفور الاثنين كلاهما مالو نون بولر، مالهم غير قطبيات، وبقدر اني عن طريق اللي هي نوع القوة كمان يلي فيهم هي ديسبريشن، نوع القوة بيناتهم هي ايش؟ ديسبريشن. بقدر اني اقارنهم من خلال ايش؟ الكتلة المولية. فرح نلاقي عندنا انه الكتلة المولية للمركب سي سي الفور أعلى من اللي هو البنزين، فرح يكون عندنا قوة الترابط هون أعلى من قوة الترابط هون، وبنفس الوقت هذا المركب رح يكون إيش؟ أعلى منهم الاثنين من ناحية إيش؟ اللزوجة. يعني عندنا هذا المركب أعلى لزوجة من هذا المركب من البنزين، لأنه يعني أنا رتبتهم حسب الانتر موليكولار فورسز. ترتيب الانتر موليكولار فورسز أحدد القوة بيساعدني حتى إني أحدد لزوجة إيش المركب.
لزوجة ايش المركب. ثاني خاصية من خصائص السائل اللي هي السيرفيس تنشن. السيرفيس تنشن اللي هو ايش؟ التوتر السطحي. تمام، هاي الظاهرة هي ناتجة عن يعني عدم التوازن بين قوة الترابط بين السطح والسائل، بين ايش؟ السطح والسائل. بشكل عام عندنا السيرفيس تنشن تزداد بزيادة ايش؟ الانتر موليكولار فورسز. يعني احنا قاعدين نربط خصائص السائل وعلاقتها بالانتر موليكولار فورسز، واني كيف احدد اللي هي خصائص السائل او ارتب السيرفيس تنشن او مثلا الفيزيزيتي اللي هي اللزوجة حسب الانتر موليكولار فورسز، لانه موضوع التشابتر عندي هو الانتر موليكولار فورسز. بقدر من خلالها اني ارتب الجزيئات، حكينا حسب البويلينج بوينت، حسب اللي هي السيرفيس تنشن التوتر السطحي، او حسب الفيزيزيتي اللي هي اللزوجة. تمام، عندي الان تغير الحالة او حالات المادة. حكينا عندنا انه بقدر احول المادة من الحالة السائلة للحالة الصلبة، او من الغازية الى الصلبة الى السائلة والى اخره. عندي الان مثلا عندي الحالة الصلبة liquid غاز. هلا عملية تحويل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بنسميها فيوج، وعملية تحويل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية هاي بنسميها evaporation، انصهار تبخر. عندي عملية تحول المادة بشكل مباشر من حالة solid إلى حالة غازية بنسميها sublimation. تمام، عندي هون تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بنسميها freezing، يعني أنا قاعدة بجمد. وعندي من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة condensation. تكثيف. وعندي تحول من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة، تمام، deposition. وهاي العمليات في منها endothermic وفي منها exothermic. بدي تعرف إنه الفيوجن والإيفابوريشن والسبليميشن هاي العمليات كلها مالها endothermic. وعندي عملية الفريزنج كونديسيشن او دي بوسيشن اللي هي رح يكون ايش؟ اكزوثيرميك. وبدي تعرف انه الدلتا اتش، لانه بيجيك سؤال ممكن يعطيك قيمة دلتا اتش فيوجن ودلتا اتش ايفابوريشن. تمام، دلتا اتش سبليميشن بتساوي دلتا اتش فيوجن زائد دلتا اتش ايفابوريشن. ممكن يجيك مثلا يعطيك قيمة دلتا اتش فيوجن ودلتا اتش ايفابوريشن مثلا لمعادلة او لتحويل من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية. انا بعرف انه دلتا اتش سبليميشن اذا طلبها رح تكون دلتا اتش فيوجن زائد دلتا اتش ايفابوريشن. تمام، والدلتا اتش ديبوزيشن بتساوي دلتا اتش فريزنج زائد اللي هي كونديسيشن. هاي مهم انك تعرفها. وعندي هون هاي بتكون عندنا بوزيتيف، طبعا عندنا لانها حكينا عملية اندوثيرميك، فعندي هاي محصلتها اندوثيرميك وهاي اندوثيرميك، فرح يكون ايش؟ دلتا اتش سبليميشن هي اندوثيرميك وهاي رح تكون ايش؟ اندوثيرميك. الان نيجي على الكريتيكال تمبريتشر اند بريشر، يعني درجة الحرارة الحرجة والضغط الحرج. كريتيكال تمبريتشر
وعلاقتها بالانترموليكولار فورسز تزداد، اللي هي الكريتيكال تمبريتشر. طبعا الكريتيكال تمبريتشر يعني هي فينا نحكي عنها عنها اعلى درجه حراره، يعني هي اعلى درجه حراره لا يمكن بعدها تحويل الغاز الى اي سائل تحت اي ظروف معينه. يعني عندنا الكريتيكال تمبريتشر بحكي عنها انها اعلى درجة حرارة لا يمكن بعدها تحويل الغاز لسائل، حتى انك لو حطيته تحت اي ظرف هاي درجة الحرارة بصل عندها خلاص، بسميها درجة الحرارة الحرجة critical temperature. بتزداد بزيادة ايش؟ الانتر مولكيولار فورسز، تمام. وعندي برضو critical pressure، برضو الكريتيكال بريشر بيزداد بزيادة ايش؟ الانتر موليكولار فورسز. شايفين اهمية الانتر موليكولار فورسز؟ وطبعا عندنا الكريتيكال بريشر هو الضغط عند درجة الحرارة الحرجة، يعني هي الدرجة اللي انا بصل عندها لا يمكن اني من بعدها اقدر احول الغاز الى الحالة السائلة لو حطيته تحت اي ظرف كان، لو حطيته تحت اي ظرف كان. اذا بما انه انا عرفت شو هو موضوعي للانتر موليكولار فورسز، انتر موليكولار فورسز انا قدرت من خلالها اني ارتب قوة الترابط بين الجزيئات. حكينا بقدر من خلالها لانها هي مسؤولة عن درجة الغليان ودرجة الانصهار، بقدر اني احدد البويلينج بوينت، بقدر احدد الميلتينج بوينت، بقدر احدد اللي هي السيرفيس تنشن، بقدر اني احدد الفيزوزيتي اللزوجة، حكينا بقدر اني احدد الكريتيكال تمبريتشر، وحكينا انه بقدر احدد من خلالها الكريتيكال بريشر. وكلها هاي تمام بقدر اني احددهم وارتب الجزيئات يلي معطيني اياها بالسيرفيس تنشن حس او اللي هي الفيزوزيتي او الكريتيكال تمبريتشر او الكريتيكال بريشر، ميلتينج بوينت، ميلتينج بوينت، كلها هاي علاقتها مع اللي هي الانتر مولكيولار فورسز، هي علاقه ايش مالها؟ طرديه. من هون انا اذا جاني سؤال احدد من خلاله ارتب الانتر موليكولار فورسز، انه اعطيني مثلا رتب لي هاي المركبات او الجزيئات حسب الانتر موليكولار فورسز، او مثلا يعكس لك السؤال يحكي لك رتب لي اياهم حسب البويلينج بوينت، حسب الميلتينج بوينت، سيرفيس تنشن، فيزيزيتي، كريتيكال تمبريتشر، كريتيكال بريشر، انا بقدر احددهم من خلال اني احدد الانتر موليكولار فورسز في عند كل جزيء، كل جزيء شو نوع قوة ترابط بيناتهم، برتبهم بيكون ترتيبه للي هي هاي الخصائص أو هاي المعلومات اللي أنا بدي أعرفها. وهيك بيكون انتهى شابتر 11، هو شابتر مبني على إنك تحفظ وبنفس الوقت إنك تفهم، تحفظ وتفهم بنفس الوقت. يعني موضوع شابتر سهل جدا، ما بطلب منك أكثر من إنه ترتب المعلومات، ترتب العلاقات، تعرف تحدد كل رابطة موجودة في الجزيء، بتقدر إنك من خلالها مثلا ترتب الجزيئات حسب الانتر موليكولار فورسز.